ليك ربيع، قلبي ميالي صدقك لأني بحبك، أنت بتحبني، بس كون أكيد رح فلي كل تفصيل بخبريتك. فلي يلي بدك إياه، أنا عم خبرك الحقيقة. دخلك؟ ومنا غصب، شو خبريتها؟ شو ديباجتها؟ لك آخ عغيرة النسوان يا قمر، آخ. تقبرني، تقبرني. شو حلو اسمي عشفافك؟ شو؟ قمر. عيونا لقمر. لما قلت لك انك انت عرفتيني عليها، ما كنت غلطان. ما عرفتك عليها. روقي، ما تنسمي. أنا ظاهر من عندك. سألت سينتيا، مين الدموزيل يلي انفحطت فيها معلمتك هالقد؟ سانا غصن. إذا ست ميسم عم تسأل منقلها سانا غصن، بس إذا حضرتك منقلك منى غصن. إيه بدي شلها لسانها لسينتيا، هي قالت لك؟ بدك تعديني قمر، ما بتلوميها. أنا سألتها وأنا خبرتك، اعملي معروف. أنت هيك بدك. أنت بتمنعها أكتر. بس ليه كذبت؟ راهنت على ذاكرتك. ما إذا في شي صاغي ذاكرتي. والباقي؟ خلص؟ كنت مفتكرته خلص. لحد ما ظهرت أنت بحياتي. بعدك ست الستات. صحيح. لحظة 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 لحظة. شو في؟ تعي لهون، ما تكليلي راسي. منو هيدا مفيد؟ تقبرني. بتغار انت، بتغار وحياتك ما تفكر بمفيد. من الماضي؟ يي، من ابعد ابعد الماضي. مفيد شو؟ سرحان. شو بيك؟ شو علاقتك فيه؟ تصبح على خير قمر. تصبح على خير حبيبي. أكلت لها راسها؟ عفوا ستنا. خلصت مهمتك؟ جاوبت على أسئلتها؟ خبرتها القصة؟ عن أي قصة عم تحكي مدام ميسم؟ قصة ما قبل النوم. ما بعرف صراحة عن شو عم تحكي. أنا بعرف عن شو عم بحكي، وبعرف كتير منيح. ليك ربيع، إذا قمر بتحب تفسر لك تصرفاتك بطريقة بتريحها لإلها وبتريحك لإلها طبعاً، فأنا بحب أقول لك إنه أنت مخابرات عن زياد جابر اللي رح يصير جوزي قريبا. فعموم معروف، أنا وقمر. أنت وقمر بعيوني مدام ميسم من جوا. فرحي إنك رح تصيري مدام زياد جابر فرح كتير كبير. حققت مع منى؟ حققت مع بيا لمنى؟ أنا ما عندي صفة. خلص ربيع، جاوب وبس. منى سمتك بالاسم، قالت ربيع. هلا طلعت البنت ذكية واستدركت وقالت ربيع الملاح، وما بعرف سبب الاستدراك بس فكرت فيه. مدام ميسم أنا وخفت، أنا عم فكر فيه. خفت على قمر وعلى مشاعر قمر، فانتبه يا شب. يعني كتير لذيذة أرجيلتك. تنعاد تنعاد. أهلا وسهلا فيك. باي. أبا
شو قلت له ولا؟ ولا شيء. شو بدي اقول له؟ نادر بلا هالحركات، خبرني شو قلت له. ليش مو لحقني قلت له شيء؟ قلت لك ما قلت له شيء، بعدين عن مين بدي اقول له؟ عن مقصوفة العمر يلي أنا وديتها من هون من وراك. والله؟ من وراي ولا من ورا المبلغ الحرزاني اللي قبضتيه؟ وعلى فوقه عم تطمني عنا للبنت؟ مرتاحة ولا مش مرتاحة؟ شو عمل مع الشيخ؟ ولا هلأ خلص قبضنا وخلصنا بطلنا نسأل عنا؟ عم نفتش على وحدة تانية؟ ولا ولا انت معي ولا ضدي؟ إذا دقتنا شوكي من ورا هبلك لقيتلك والله. بعدين أكيد ناطرة وحدة تانية. لكن مين ناطرة؟ جنابك؟ اسمه مفيد سرحان. لا أبو الشيخ، كل اللي قدرت أعرفه عنه إنه واحد مكحكح ومقتدر مادياً، بعدين علاقاته قوية. أنا؟ لا وحياتك لبسطه لانشراح، شغل كله شغل. حاضر سيدنا، تصبح على خير. وأنت من أهله. Thank you.